بقى يا القصة. ترى الموضوع ده انا كنت بتكلم معاكي فيه قبل الهوا، موضوع انا سمعته ومش متخيل لحد النهارده انه لسه موجود اصلا. يعني هو موقف سمعته كده من صديقه، ما كانش ينفع الحقيقه يعدي الا لما نتكلم فيه مع بعض. الصديقه دي كانت بتحكي عن واحده قريبتها من الصعيد، اهلها رفضوا رفض تام ان هي تاخد حقها في الميراث. مش مثلا رفضوا ان هي تتجوز من بره العيله، ولا رفضوا ان هي تسافر تتعلم في القاهره ولا غيره، لا هم رفضوا حقها الشرعي. يعني باباها سايب لها املاك وسايب لها اراضي وسايب لها بيوت وهم رفضوا. انا الحقيقه اتصدمت، يعني في اي دين وفي اي شرع وفي اي قانون وفي اي دوله ممكن حد يبقى عنده القدره او الجبروت اللي يمنع توزيع شرع ربنا في حقوق من الميراث؟ يعني الحاجه اللي مذكوره في القران الكريم ومذكوره في كل الاديان السماويه، ازاي يسمحوا النهارده باكل مال اليتيم تحت اي مسمى او خرافات او موروثات موجوده عندنا؟ يعني أنا أعتقد إن هي بدعة، بداعي بقى إنه ما ينفعش الفلوس دي تخرج للقريب أو لجوز البنت اللي هو ممكن ما يبقاش من العيلة. طب هو ده مش حقها؟ هو أنتوا إزاي أصلاً تتخيلوا إن ممكن حد يمنع شرع ربنا أو حتى كمان القانون، مش بس الشرع يا سارة؟ طبعاً، وده موروث يعني قديم جداً جداً عند أهلنا في الصعيد، وحاجة بصراحة تحزن جداً. يعني أنا كمان بسمع عن إنه ممكن مثلاً يتمنوا حقها بالفلوس بأقل من قيمته الطبيعية بكتير جدا جدا، ويجبروها إنها تقبل ده وتاخده، يعني يا تاخده يا مفيش خالص. والمؤسف أكتر إنه لسه موجود يعني لحد النهاردة، إحنا في 2022، الست يمكن بتعيش عصر ذهبي وعصر فيه عدالة ومساواة بين الرجل والمرأة، ولسه في عقول متحجرة للأسف الشديد بتخالف حتى الدين والشرع في سبيل بس يعني أطماعهم الشخصية، أو يعني أطماع في خيالهم، ويبخسوا حقوق المرأة أو البنت الشرعية في ميراثها أو ميراث أهلها. ودي حاجة طبعا أكيد تحزن جدا جدا، ونتمنى الموروث الثقافي ده ينتهي تماما، لأنه في منتهى الظلم يعني أنه الست في الآخر أو في نهاية المطاف يكون عندها أملاك وفجأة تطلع من غير لا شيء، وتلاقي نفسها ما عندهاش حتى ذمة مالية خاصة بيها، وطبعا ده من حقها. وإزاي يعني إزاي أصلا كمان فكرة النهاردة المقارنة بين راجل وست؟ عشان أنا أخويا مثلا ياخد الميراث كامل مكمل ويبقى قاعد كده الحمد لله عنده ذمة مالية وظهره مسنود بمال، وانا النهارده عشان انا بس بنت، عشان ربنا خلقني بنت، هتحرم من كل ده ومن كل حقوقي الشرعيه؟ ويعني انا بصراحه الموضوع فيه ضغط كبير قوي، وفي مساومه بتحصل تحديدا النقطه اللي يعني قالتها ساره، انه ممكن كمان النهارده البنت يقول لها انت لو حقك 100 انت هتاخدي 20، وهو كده يا اما ما فيش، احنا فلوسنا ما تطلعش بره. وخصوصا يا ساره في الاراضي وفي الحاجات الاراضي الزراعيه بيرفضوا رفض تام ان اي بنت يعني يتم تورثها اي قطعه ارض او حتى زراعة. في المباني وفي كل حاجه على فكره، يعني حتى في الماديات في الفلوس يعني. على العموم احنا دلوقتي معانا الاستاذ احمد كريمه، وهو الاستاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر الشريف. اهلا وسهلا فضيله الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، احنا بنتكلم عن موروث ثقافي بيحصل عند أهلنا في الصعيد، وهو بخس حقوق البنت أو إن هما ياخدوا حقها الشرعي في ميراثها من والدها أو والدتها بحجة إن هي بتتجوز من بره العيلة. حضرتك بتشوف الموضوع ده إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في كتابه الكريم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل: إن الله عز وجل لم يدع أمر الميراث لنبي ولا صديق، ولكن تولاه بنفسه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آل بيت النبي وأصحابه وأولياء الله الصالحين أجمعين. وبعد، فبدأ ذي بدء أثمن طرح وعرض وتناول هذا الموضوع الجاد الذي يعد من المشاكل المجتمعية التي قل من يحاول العلاج لها. أولا، حينما ننظر في آيات المواريث في سورة النساء، هنجد أن الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم، أي اختار هنا كلمة يوصيكم.
والله سبحانه وتعالى في سياق الآيات يقول فريضة من الله، ثم سبحانه وتعالى يقول وصية من الله، ويختم بآيتين قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بنستفيد من هذه الآيات أن المرأة لا يهضم حقها في الميراث، ومن يفعل ذلك فقد فعل فعل الجاهلية ويستحق الوعيد. تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله يدخله نارا خالدا فيها. فبطبيعة الحال يجب حل هذه المعضلة أو المشكلة، بدل من إشغال المجتمع بقائمة المنقولات والطلاق القولي وتفسير الأحلام وكلام يعني تصطيح للعقول، لأن المشكلة دي فيها موروث ذكوري للأسف، وأنا أعترف بذلك. طبعا الدين على عكس المعتقدات في البوادي والأعراب والصعيد أيضا حتى الريف، يعني وأيضا أحياء شعبية، يعني يقول لك المال هيروح لواحد غريب. ومن الذي خلق المال؟ الله سبحانه وتعالى. وربنا اللي قدر الحظوظ والأرزاق. صحيح. أنا بأناشد المؤسسات المعنية بالضبط يا دكتور يا فضيلة الشيخ، يعني الثقافة الإسلامية وعلاج هذه المشكلة. نعم، لأنه احنا عايزين نعرف الدور على مين أو المسؤول أنه يقدر أن هو يغير هذا الموروث، أو على الأقل يعني نبدأ نوعي الناس في أهلنا في الصعيد بخطورة الموضوع ده، وأن هو يعني غير مرغوب فيه في الدين تماما. أولا هو الموضوع من ناحية الحلول له شقان. نعم. الشق الأول تدابير وقائية احترازية، يبقى تكثيف التوعية الدينية. جميل طبعا. سواء في المساجد أو الكنائس، لأن بالزبط. المسألة لا تتعلق بمعتقد ديني، يعني الخطاب الديني عليه دور كبير جدا فضيلة الشيخ. ما هو أنا بس عشان الموضوع ما يترحلش، احنا نقول الآن لابد من التوعية المسجدية والكنسية. جميل جدا. الأمر الآخر من التدابير الوقائية الاحترازية اللي هي تضافر المؤسسات المدنية المعنية بالمرأة والطفولة والمجتمع، بدل من يعني عفوا جر المجتمع إلى أمور أخرى هامشية، لكن يجب التصدي لأن ده حق مالي وهذا من حقوق العباد. دي أولويات يعني. نعم، وهذا من أولويات العدالة المجتمعية. صحيح. نحن صحيح. نتحدث عن العدالة المجتمعية، يبقى أول حاجة علاج ظلم المرأة وهضم المرأة، لأن منعها من الميراث أو حجبها من الميراث بدون مبرر شرعي، أو يقول لهم مثلا أنا أعلم ذلك، بدل أن تأخذ مثلا نصيبها في قطعة أرض على الطريق. لا، في خلف الأرض. بيحصل. وربما إن الأخ الأكبر يحجب ويمارس سلطته، والمرأة تخجل، مع إن بيكون تحتاج إلى أموال لأولادها ولنفسها. صحيح. والأهل هم السند يعني، والأخ هو الضهر. بالضبط. ولكن اللي يجي الأخ هنا يحجب وتعطيل الميراث مخالف للشرع، إن يجب شرعا توزيع تركة الميت كما نص الله عليه في القرآن الكريم، وكما بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، فور وفاة الإنسان. إنما لا يؤجل إلى ما يسمى 15 و40 وسنوية، ثم يتمالأ الأشرار والفجار على أكل أو أموال المرأة ظلما وعدوانا. يعني التدابير الزجرية، طبعا أنا بتكلمت عن التدابير الوقائية، لكن يبقى التدابير الزجرية. نعم. أنا أناشد المقنن
سواء في الجانب الفقه الإسلامي أو التشريع الجنائي في عقوبة التعزير هذه من الناحية الإسلامية تغليظ عقوبة من يعطل حق المرأة بالضبط إفراط قوة القانون، يعني لا يقل عن خيانة الأمانة وجريمة مخلة بالشرف. صحيح صحيح طبعًا. إلزام طبعًا. وفرض طبعًا. قوة القانون يا فضيلة الشيخ. شكرا جزيلا لحضرتك، وقولا واحدا رأي الدين والشرع في الموضوع ده أنه هو حرام وممنوع تماما وغير مرغوب تماما في الدين أبدا. كان معنا في على التليفون فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد كريمة، طبعا هو أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف.